هلو لولو. هلو ماما. هلو لولو. وين رايحة لولو؟ مطعم. هاي بيبي صعدت اليوم اجازة طالعة. حبيبي شلونك؟ بيتش بيبي. زيارة للعراق وهاي صار فترة طبعا ما جاي. يا ابو حيدر. ما هو ما تعرف يا ابو حيدر. ايوب. نبي نبي الله ايوب. الماني. فاليوم الفطور وين ما اخذنا؟ هو عازمنا غير. غير تعازمنا. غير انا عازمه. غير انا عازمتكم. هو غير احنا اصلا معزومين. الحج سواني. خاف مو اني. خاف مو اني. خاف مو اني. غيري. هذا الموضوع البارحة يتم ليش لا نطلع نسحر بهذا المطعم اللي بالكاظمية بالكاظمية إنزين ما نجيب اسمه حتى ننسوي له دعاية المريح. فقلنا على أساس نسحر اليوم هناك بي ما طلعنا. بس أنا أقول إيش بابا ستسيلين الفطور أنا أفضل بالبيت دائما أكثر. ورا الفطور ننبطح. وبحيرة بنفس القضية. ليش مو واحد يتقيد يتقيد بابا. مو يتقيد واحد يتمدد. يتمدد يعني. أي. ورا الفطور تتمدد. استرخاء يصير شوية. صينية شاي. هيدا. كعك ورا. كعك ورا. كعك قبل جوالي. هاي شنو هاي الازدحام؟ هاي بعدين. أسوي بس قولي لي. قبل قبل يابا. هلو عكوشه. هلو عكوشه. جينا بمطعم فرساي راح نفطر. الطاوله مالتنا اليوم محجوزه. يلا استريحي. هنا بوفيه الاكل بعد ما نبلش الاطباق هنا كلها والسوب وهيجي فهنا زلاطات اكو بابا غنوج وهاي السوالف كلها الحمص والطحين كلش احبها البابا غنوج وهاي السوالف اهم شيء التبوله هاي الزيتون وهاي السوالف كلها هنا واكيد الشوربه خلي اني اخوط لكم الشوربه لانه اليوم شوربتنا شوربه عدس شوربه عدس بالشعريه هنا أنا البامية الفاصولية ما أعرف شنو هنا أنا هم عندهم كباب هاي السامبوسة والكبة وأعتقد هنا أنا كبة بها دجاج أو هيك شيء مو متأكدة هنا أنا إشكال هاي المشاوي هاي الدولمة الدولمة العراقية يا سلام هذا تمن احمر وعليه السمك مفضل وهذا تمن اصفر تمن اصفر وعليه دجاج وزيت تمن ابيض وزيت تمن ابيض وين جايبتك هديه هديه شنو والله هديه غمضي لا ماكو شيء واقع مني ذات اكل غمضي لا لا يلا غمضي ليش تتغمض ما يحتصي يلا ها انت قريب انت قريب يا اول اصدار لك هذا اول اصدار لك هاي شو حصلتي عليه حصلت عليه جابوك اياه اي هذا التوقيع مالتي هاي بومبا راح نحكي لكم بعدين شنو موضوع هاي الهديه هاي خلصت التوقيع قبل كم يوم وراح احكي لكم ورا الفطور مو هسه يلا بابا تعال خلي نجيب
شغلاتنا. خلي امك تروح تجيب. وين؟ خلاص صار رومانسي. شنو؟ الموسيقى كان ذاكرين الله ورفته. اي خلاص هسه بعد. ذهب مو ذهب ضمع. وابتلت العروق. لا لا هاي كيف 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 اجيب لك عصير اللي بقى مام اللي كفو هذا يريد اشتياق بشاربة مرة ثانية بس انت غلط سويت عرفي لازم تخليه هنا اول مرة شنو اول مرة ان هاي اول شغل فوزشت فوزشت انت بيدك تحكي هنا هلا ساري شلونك؟ شو اخبارك؟ بقول لك ساري تعبان بالطبخ هواي منو هي طبعا بيدي اطبخ تعبان من الطبخ لا ده انت بس دار افطر طيب بالعافية الله يعافيك شكرا كاتك هاي شنو؟ ملابس منتظرك لا لا هاي انا اخر من ياخذ شفتوا حظي؟ اوكي ممكن تنتظرين لمدة دقيقة كم دقيقة؟ اوكي فاحنا راح ناخذ شوية تمن وبعدين هذا شنو هذا ليمون وبرتقال ليمون وبرتقال وبرتقال وجزر برتقال وجزر يعني هذا ميكس تمام هي اليوم احنا استحنا عشان تجي بس صار هيك شغل هنا المجد هيدا الجبلي الذي بيبي بعد السادس طبعا الذي هسه بعد السادس في الوراثة البعيد نفس الشيء بيبي شو انتبه بيبي مفتوح بلش فوق الناس مفتوح الى هاي كهربائية فاتحيها لا كهربائية يوم هذا اكلت طيبة اكلت والله هي ايش اكلت طبعا الاكل مالتهم كلش طيب المنتجون يعني تريدون وقت الاكل يكون حار يعني هاي اهم شغله انه الاكل يكون حار وحسوه هيك من الجدر قبل انتم تاكلون مو بارد لا هو احلى شيء انت تعطي يعني هاي الفقره مال تختارين هاي فقره جيده يعني انت حتى ما تحتارين ايش اطلب هذا نظام البروفيل المفتوح حلو ينطيش البروتين ثلاث اشكال اللحوم يعني سمعت الدجاج ولا المرق ثلاث اشكال اربعه ايه خلي لي شاي الدولمه خليك الكباب وغيرها بالاضافه للزلاطات طبعا ايه ف
فيعطيك يعني حرية إنه أنت تختاري براحتك. جنو بدنا طبعا معمري ماما جيب لي اياها جايبه لي امي متروسه شوكليت شيبس بس هاي بعدين تاكلين ماما هي بهاي هاي هاي صار هاي متروسه على بس لحم مضوع لا بتريش شايف سمعنا غير ذيك الريش ريش غنم اللي هي البلوع المشوية عرايس يخلوا الخبز ما ادري شنو بيها وبلدبس الرمان يعني نقضي حياتي بالمطاعم قضي حياتي بالمطاعم مش باكل بس تشتري خبز بس هي الصايصه بس لا لا عرايس طلعنا ماما إجازة عن الأكل، ماما تحب توقف على الطبخ، ما تحب تفارق الطبخ، فقلنا اليوم شنو؟ المشكلة أنا مسوية فطور، طبخت. أي كان طابخة من الصبح. مسوية. أي. أكو واحد جاب زلابية وإجا وياكل بالطريق. كأنك ماكل زلابية شكلك. إي زلابية. إي والله حيدر زلابية. جبنا بصحن. ولا تدلل جدي. هذا هاي بس كل عصير واحد لا هاي هي هذا بعد ما نريد وروح جيب بس الجد وبماعون كلاين حط له زلابيا كلاوات شو هذا الجمال شو البنيات شو البنيات ما شفت بومبا شفته من اجي على البومز بدين كباب تاكل بسكت شوف جايبتها بصفرة بهذا الماعون وانا اصلا واحدة جبت يقول شخذت مش بقد هاي تعرفين شان سوية بتون اي اعرف لها هو نذش اللي تقصها اجي فرحان بالله شو اسمه عبالة ايس كريم يارا فاحنا كل ما اشرب شاي احنا كل ما ندز حيدر يجيب معون ويا كعكايه دزينا على خس جاب الكعكايه ويا الخس الرقي نفس الشيء معون بكباب حط بكعكايه بس قلنا روح جيب لنا زلابيا راح يجيب الكعك يلا راح جيب لنا روح ما هي طلعوا بها تراك داعمة بعدها صح وعايشة عود ليش يعني؟ الأفضل عظمي ياها بس باعي بوسة سيري بوسة هاي البوسة عبود شو أشوف؟ شوف خدود بس يأذي يلا عبود هاي شنو هاي شنو؟ هو بيجي عادي عظمي بس شنو يأذي؟ زحلة بابا بابا بوسني بوسني سيدنا بجنو يا جان لابس مالتنا باليوم بالمطعم فرساي فكان وقت كلش حلو والاكل مالتهم كان طيب فهسه راح نروح على البيت احتمال نغير ملابسي وبعدين نروح في مكان ثاني اخذكم وياي يعني. بيت ابو حمود هاي العائله اي حلو هاي هو انا هم هاي الفتره قاعد ادور على شغله تبي وهم استاذ هاي شايفه ابو حمود قعدت البيت ما تمرد للزلمه الله لا ينطيهم سدة وصيدليتي هم كانت خوش باب الزقلية هذا شافت نفسها على الجزر وبعدين بعدين غفيت اي نفسي بالشارع شافت نفسها بالشارع فتحت لقيت روحي باب البيت دربولند صيفت الفوت اي رجعنا للبيت ماما كلش نعسانة والبارحة كانت نايمة بالاربعة ونص يمكن ما اعرف يمكن بالخمسة جزئية نامت اي فكانت براءة هنا بايتة عندنا وتأخرنا كلش وقعدنا من وقت تقريبا بثمانية الصبح
قعدنا لانه كان عندنا اتصال مهم يعني لالمانيا. فماما سمعت الصوت كانت تقول، قلنا لها احنا بدنا نتصل، انت شعل يدك قعدتي وطلعتي من غرفه الشكو، فخطيه كلش نعسانه. المهم طبعا صراحه اذب هذا القفطان الجميل، ابدل ملابسي لانه راح نطلع شويه نمشي، وهم شويه يعني تعرفون وقت بعد الفطور الناس تطلع لحد السحور هيجي بالشارع يتمشون، يعني اللي يشتري اشياء العيد وهالسوالف. فاكيد راح اروح اغير ملابسي واخذكم وياي، ما راح اتاخر بسرعه. ورودينا ما عاجبها اليوم تغير ملابسها، راح تبقى هيك تجين لو لا. لبست التيشيرت السريع وجينز، وهسه رايحين نتمشى. هنا أنا اكو جسر كلش قريب علينا صاير على عظميه، فالمشي حلو، الصعده بحد ذاتها رياضه. فشنو اني فكرت، قلت احسن شيء البس لي التيشيرت والبس الجينز ونطلع نمشي. فلاقينا حيدر وبابا جايين جايبين جيمر وصامون، فحيدر ذب الغراض بالبيت وجه وياي. راح يجي وياي هذا دعبول. ليش ما تلبس جاكيته؟ تلبس جاكيت وذا صارت باردة بعد شوي، يعني ما علي. اروح بالماي. تروح بالماي، اوكي. فهس راح شنو هاي؟ هاي مين لك الالفين؟ بيبي اعطتك فلوس؟ اسمع اسمع، افرك لها راسها، افرك لها ظهرها، تنطي فلوس. قلت له استونا جينا، كان قال وين؟ قلت له كنا بالسوق، كان يضرب الباب رجله. أرد أجي. امشي أخذك، امشي امشي. تبي حمام؟ شوف إيش تسوي. هذا ريحان. نعم. فأيوه طلعت الغراب مو أنت. وذا؟ والله عادي ترى. أنا والله صديقي هو. لا هذا مو رجع. مش بعد تسوي بغراض الرجال. هذا ما عاد. أقول لك عمو، من تشوف الفيديو؟ إذا تشوف هاي المريات تجي على غراضك بالليل كل يوم تصل عليك الوحدة وفوق. من الوحدة وفوق تطب على غراضك. هاي تجون تسوقون وتذبون الفلوس وتروحون، مو بس بالمانيا، هنا هاي محل على ضمان ماما. اي والله السوق علمت المنطقة أصلاً. السوق وذبون الفلوس وروحوا. هسي غير تطلع، مش ده تسوي بالنعناع جوه. يا رسول الله غراضك مطيئة. طفط له الغراب. وين ضامن على شوف دز. كل شيء كل شيء تندل. شغلة دائما الأوقات الحلوة تمر بسرعة، دائما تشوفون من تكونون يم أهاليتكم أحبابكم وناسكم، تشوفون الوقت بسرعة يعدي ولا كأنما ساعات. فنهار يطب ويطلع، ما شوف إلا صار الليل، صار الصبح صار الليل، فبسرعة لا يعدي علينا. ونقول الحمد لله والشكر على كل شيء. احكي لكم شغله، قبل فتره من اجيت هنا للعراق، دائما من اجي مثلا الكريمات هالسوالف كلها مالتي تبقى مضمومه ما عليها اي شيء. فزيت الشعر كلش طبيعي انه يبقى، بس باقي بيك شيء كلش قليل. راح اشوف لكم اياه هسه. فقلت قبل ما انام راح ازيد شعري بالزيت الجميل واخلي فد مخده ليش. راح نقعد نسولف انا وياكم بخصوص هذول المنتجات، انه انا ليش دا استخدمهم لحد الان. شوفوا بكل صراحه الزيت مال بسمك، الصراحه الزيت كلش حلو وخفيف على الشعر، وبنفس الوقت له نتائج تجنن. اول شيء هو بيت بيت اشطبه بالنص، خاف حنيت البيتي. يمكن حنيت. هذا عبارة عن مصل من زيوت طبيعية عضوية نباتية 100%، ما بأي إضافات ثانية. والحلو بي إنه هو كل الزيوت اللي بي خالصة 100% نظيفة صافية، ما بأي شيء إضافي، خلينا نقول مادة حافظة أو كذا نهائيا. بي زيت إكليل الجبل، بي زيت السمسم وزيت الجزر وزيت اللافندر، هو زيت الأساسي، حتى العطر مادة زيت اللافندر. فهسه شنو صراح نبدي نزيت الشعر، هذا مشط من ماما، مشط التراثي البلاستيك، واهم شيء السنون ما تنفارقه. زين، فبس انزل الشعر هالشكل وبعدين نبدي نفصل. اعتقد كانت عندي كماشه بس مو مشكله. راح ناخذ هاي وابدي اسوي اوزع على كل شعر اليوم حابه الصراحه.
فقلت استغل الفرصه اسولف لكم عن عنواني ليش مستمره عليه لحد هذه اللحظه، بحكم انه هذه الزيوت اللي بي زيوت جدا طبيعيه بنات بشكل صافي الزيت مالتها، واهم شيء عطره اللافندر الفواحه اللي بي. الصراحه كلش احب اني هذا النوع من الزيت، وانتم شايفين يعني اكثر من مره انه اجربه، حتى خليت براء تجربه. زيت مالتهم تحفه ويجنن. وبالاضافه للمجموعه طبعا عندهم هوايه شغلات، مو بس انه الزيت، اكيد انا حاطتها يمي هنا. هذا السيروم كلش احبه، العفو الكريم، هذا كريم فيتامين سي، بصراحه بناتي يجنن، يعني حرفيا يجنن هذا السيروم. هم قلت هواي سالتوني بخصوص الزيت انه تزيتيه كامل، اذا ازيته كامل شلون من تنامين؟ الصراحه ما تخلون الزيت عليه، خلينا نقول دينقط، لا مو هالطريقة هاي ابدا. انا اوزع الزيت عليه كله كامل، اخليه يعني ياخذ كفايته، واكيد اخلي مثلا فد منشفه او اي شيء ما احتاجه، او الصبح بكل بساطه تشيلون وجه المخده وتنامون. تنامون شنو؟ تقعدون. راح نعوفه هيك مضفور اريح، لانه ما اخليها لي ورا، تعرفون وقت النوم. والبنات اللي ملاحظين انه انا قصيت شعري، قصيته كل تقريبا هيك اسبوع قاعده اقص من عنده هوايه مو شويه، واحتمال يعني ما اعرف، احتمال على العيد راح اقصه لهنا. عجبتني فت قصه حلوه هيك ببالي، قلت جزء اسوي هيك كاري نازل. تشجعوني لو لا، كتبوا لي بالتعليقات انه راح يطلع حلو اقصه لو ما اقصه. طبعا هاي اخر مره برا قصتها، وبعدها ماما قصت لي اياه، عدلت لي هم من الاطراف لكم بعد ما زيتت الشعر بهالشكل. شوفوا كلش عادي كم ساعه، وتقدرون بعدين تغسلوه باي شامبو تريدون، بس الافضل تغسلوه بالشامبو نفسه من المجموعه، لانه بصراحه هذا الشامبو يحتوي على الزيوت الطبيعيه اللي موجوده نفسها بالزيت موجوده بالشامبو، وباضافه مكونات ثانيه تمنع تساقط الشعر. فبصراحة اكو بعض الزيوت او بعض الشامبوهات، احنا نقول مو الزيوت، اكو بعض الشامبوهات توالم طبيعة شعركم، واكو بعض الشامبوهات ما توالمة على حسب نوعية شعركم. فالافضل انه تجربون، اذا حسيتوا الشامبو موالم تقدرون تستخدموه كباكج كامل، جربوا الشامبو حتى تقدرون تستخدموه كباكج كامل ويا الزيت، مثلا زيتون شعركم مرة مرتين بالاسبوع، وبعدين تشيلون من عند الزيت بنفس الشامبو من نفس البراند. او اذا حسيتوا لا والله انه الشامبو مثلا وانتم معتادين على شامبو ثاني، فكلش عادي، هذا مو اجباري انه انا بدي اشوف لكم اياه، يعني انه الا ويا الزيت لا مو اجباري. ممكن تستخدمون فقط البلسم، اكو ناس ما تستخدم اصلا بلسم على شعرها لانه بحكم الشعر دهني، فهاي يعتمد على حسب نوعيه شعركم. فاني نصيحتي اذا كان الشعر طبيعي ما مصبوغ ولا متعوب نهائيا، تقدرون تستخدمون التزييت ونفس المجموعه الشامبو والبلسم مالتهم، وتبقى على حسب نوعيه شعر. دائما استخدم كريم فيتامين سي، هذا هو شو احنا نقول عليه، تذكرون ايام زمان يقولون كريم خافي العيوب، وهذا كريم خافي العيوب. شوفوا احكيكم شغله، هذا الكريم به هوايه شغلات داخله به، بهذا المنتج اللي كلش احبه ودائما استخدمه تحت الميك اب، وما اخفي عليكم نوبات من اغسل وجهي بالليل واريد افوت يعني انام، فتشوفون اخلي من عنده شويه احس بانتعاش، يعني على حسب نوبات. انا من النوع اللي ما استمر على كريمات معينه، بس هذا ما اعرف ليش حبيت كلش بحكم المنتج اللي به، او يعني المحتوى اللي به. بالاساس هو مثل ما تشوفون مكتوب عليه كريم فيتامين سي للبقع وللشيخوخه والتمدد، وهاي الخطوط الرفيعه اللي تصير. بس اكو فد مستخلصين او ثلاثه تقريبا راح اقول لكم عليهم موجودين بهذا المنتج، اللي هو مستخلص عرق السوس وزيت بذره التين الشوكي زائد الكركم. هذول ثلاثتهم نخبطهم، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا كريم خاص للتفتيح زائد الترطيب زائد محاربه الشيخوخه. هذا الكريم الجميل. نجي على السيروم الجميل. السيروم كلش أنا أحب أستخدمه، وبصراحة ما أخفي عليكم أستخدمه دائما ويا الأحجار، فإذا عندكم أحجار كريمة أو ما عندكم مو شرط، بس المهم سووا مساج بهذا الكريم الجميل، مو كريم العفو، السيروم. السيروم هذا تحفة، بمستخلص القهوة اللي يخلي البشرة دائما رطبة وبشكل حلو، وتمتص البشرة وما راح يترك عليها الأثر الدهني نهائيا. متوفرة للناس اللي يشوفون أو يتفرجون عليها من العراق، اللي موجودين بأوروبا صار موجود بكل مكان، تقدرون تطلبوه من مالتهم الموقع مباشرة على الانستغرام، واللي موجودين بالعراق عندهم الوكيل، راح تلقون اللينك بصندوق الوصف الخاص بهم. فجربوا وانطوني رأيكم، واللي مجربي كتبوا لي بالتعليقات، وكل شيء تلقوه بصندوق الوصف. وأنا أحبكم هواية، تصبحون على مليون خير.